حياكم الله مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان. مستمرين معكم في هذا الإبحار والتصفح اليومي لمختلف المواضيع وأيضا المناشط والفعاليات اللي تشهدها السلطنة. اليوم مشاهدينا الكرام اختتم طبعا اللي هو مؤتمر عمان العقاري في نسخته الثانية، بعد طبعا جلسات تواصلت ليومين، تم افتتاحها بالأمس، اليوم اختتم بمجموعة من التوصيات. أكيد هذا المؤتمر الذي جاء بتنظيم من الجمعية العقارية العمانية لتحقيق العديد من الأهداف وأيضا دعم السوق العقاري في السلطنة. رح نتكلم عن هذا المؤتمر، أبرز ما تم فيه وأيضا المشاركين فيه، ما خرج به من توصيات وجوائز عمان التي للعقار التي وزعت للمرة الأولى يوم أمس مساء يوم أمس، و حديث شامل أيضا عن مشاريع التطوير العقاري في السلطنة من خلال هذه الاستضافة للفاضل سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار. مساك الله بالخير معنا أستاذ سليمان. الله يمسيك بالخير، حياكم الله والله يعطيكم العافية. نعم الله يعافيك. إذن اليوم كان ختام مؤتمر عمان طبعا العقاري في نسخته الثانية، خلينا نتعرف بداية على الأهمية المضافة اللي يقدمها هذا المؤتمر ومثل هذه المؤتمرات لسوق العقار في السلطنة. المؤتمر هذا مؤتمر تخصصي مثل ما هو واضح، مؤتمر يتعلق بالقطاع العقاري أو صناعة العقار. نعم. بالتسمية الصحيحة، لأن اليوم العقار بشكل عام على المستوى العالمي أصبح صناعة. جميل. والهدف الأساسي من الجمعية بتنظيمها من وراء تنظيم هذا المؤتمر أننا نبغى إحنا نوصل نوضع القطاع العقاري هذا ضمن خارطة أو منظومة الاقتصاد العماني، بحيث أنه القطاع العقاري يكون جزء لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي الكلي للسلطنة، على اعتبار أهمية مساهمة القطاع العقاري في الدخل الإجمالي والكلي للاقتصاد العماني، اللي يشكل في حدود أرقام جيدة من حيث المساهمة في حدود 10%. نعم. ومن حيث التوظيف مساهمته جيدة، ونحن نبغى نرفع نسبة التوظيف أو عدد العمانيين اللي يشتغلوا في هذا القطاع. نعم. تنظيم القطاع راح يساهم مساهمة كبيرة حقيقة في إضافة الاستثمار لهذا القطاع وتطويره، وفي نفس الوقت توظيف الشباب العمانيين في القطاع. نعم. إذا يعني أيضا تأكيد على الكلام اللي تفضلت به أستاذ، أنه جاء أيضا اللي هو توزيع جوائز عمان للمرة الأولى يوم أمس. نعم. دعما وتشجيعا أيضا لما تفضلت وذكرته. توزيع الجوائز خطوة كبيرة في. نعم. دعم القطاع نفسه ويخلق منافسة جيدة بين الشركات، منافسة مهنية ومحترفة. الهدف من هذه المنافسة هي الجودة. صحيح. وشفنا أمس نحن عدد من الشركات اللي فازت وكرمت في هذا المؤتمر، إن الشركات تميزت من حيث نوعية التطوير، جودة التطوير، الاهتمام بالتصاميم، الاهتمام بالبيئة، مساهمة المشاريع هذه أي مشروع في الاقتصاد، فهي كلها إذا تشوفي نقاط إيجابية. صحيح. ثم تدعم وتطور في هذا القطاع. نعم. وتخلق منافسة شريفة بين هذه الشركات على أساس أن تحقق إنجاز أفضل في العام القادم، وبما يعود بالنفع أيضا على هذا القطاع أكيد وتطويره في أكيد السلطنة. أكيد. طيب أيضا يعني من الأشياء التي تحسب لهذا المؤتمر أن توصياته لا تظل حبيسة الأدراج، ولكن فعلا هناك جزء كبير ونسبة كبيرة من هذه التوصيات ترى النور، من ضمنها اللي تم طبعا تدشينه يوم أمس، سواء المجلة الاقتصادية أو الأهم أيضا المؤشر طبعا العقاري. نتعرف على أهمية الحين وجود المؤشر العقاري. نعم. هذا كان من ضمن أهداف الجمعية العام الماضي. وضعوا
نصب عينهم على أساس أن خلال سنة واحدة يتم تدشين المؤشر العقاري. جميل. وفعلا هذا حصل. أمس تم تدشين المؤشر العقاري. إيش فائدة وأهمية هذا المؤشر؟ بالضبط. أيوة. المؤشر يعكس لك التداولات العقارية اللي تتم في مناطق مختلفة. سواء من بيع أو شراء للأصول العقارية أو إيجارات. فعلى سبيل المثال أنت تريد تعرفي منطقة معينة من مناطق محافظة مسقط، لأن احنا في المرحلة الأولى دشن لمحافظة مسقط. نعم. فأي منطقة من محافظة مسقط كمؤشر لأسعار الإيجار تقدر ترجع إلى المؤشر العقاري هذا وتشوفي هل الأسعار هذه مجدية بالنسبة لي أنا، هل هذا المكان اللي أنا أقدر أستأجر فيه ولا لا، هذا بالنسبة لي المستهلك. نعم. في جانب المطور هذه الأرقام مهمة بالنسبة له في اتخاذ قراره الاستثماري، فيشوف أنه قيمة الإيجارات هذه مجدية مقابل حجم الاستثمار اللي هو بيوضعه في هذه المنطقة. جميل. فهي مفيدة للطرفين المطور والمستفيد. أكيد. هذا كان ضمن أهداف الجمعية العام الماضي. من ضمن أهداف الجمعية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة جريدة عمان لتشين أول مجلة تخصصية في القطاع العقاري. نعم. وفعلا أمس صدر العدد الأول من المجلة العقارية، وهذه المجلة إضافة أيضا لهذا القطاع وتفيد المتخصصين في الاستثمار في القطاع العقاري، وتفيد نفس الشيء المستفيدين أو المعنيين بالشأن العقاري في السلطنة. نعم. أستاذ سليمان، بحكم أنك الرئيس التنفيذي لواحدة من الشركات المعنية بتطوير العقار وأيضا الاستثمار العقاري، لشركة تعمير للاستثمار، أكيد تابعتم مثل ما تابعنا جميعنا الأوامر أو توجيهات السامية نحو إنشاء مجمعات أو أحياء سكنية نموذجية حديثة، طبعا بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. عارفين يعني أو حابين نعرف يعني أهمية هذه الخطوة. نعم. وكيف إن ممكن راح تساهم أيضا في دعم القطاع العقاري في السلطنة وأيضا المستفيدين من هذه الأحياء. المجمعات السكنية المتكاملة هذه رؤية ثاقبة. نعم. من الحكومة بالتوجيهات السامية من صاحب الجلالة. رؤية تشوف أو ترى مستقبل الاحتياج السكني للمواطن العماني. رؤية تهتم برفاهية الشعب العماني وتوفير السكن المناسب والملائم للأسرة العمانية من ضمن أولويات الحكومة. وبالتالي نوعية السكن للجيل القادم اللي يتطلبه غير عن نوعية السكن والمستوى اللي نحن مثلا في الفترات الماضية. نعم. جودة السكن، الخدمات، احنا نتكلم اليوم نفس الشيء، الحكومة عندها تحديات في توفير الماء والكهرباء وكلفة الماء والكهرباء على المدى البعيد. نعم. الجيل القادم جيل يختلف متطلباته من حيث السكن واحتياجات اليومية، بالتالي المجمعات السكنية تلبي كثير من الاحتياجات اللي تبغاها الأسرة العمانية مستقبلا. طيب ممكن أيضا أنها راح يعني راح تساهم في الحد من الارتفاع اللي أحيانا يكون غير مبرر للعقار في السلطنة، أو على الأقل تنظيم هذه العملية. هي بتساهم في حل كثير من العقبات. ما أتكلم فقط في ارتفاع الأسعار. هذه جزئية واحدة. نعم. في كلفة إنشاء السكن وجودة السكن، اليوم كلفة إنشاء يعني بناء سكن كلفة عالية، إذا تشوفيها أرض مع بناء، مع جودة السكن ومواصفات السكن الصحي والملائم. نعم. البيئة المحيطة بالسكن، يعني المجمعات السكنية توفر لك بيئة محيطة، مساجد قريبة، توفر لك مدرسة قريبة، توفر لك عيادة قريبة، كل هذا يعني خطوات من محل السكن. نعم. توفر بيئة صحية
بمعنى أنه ما كل مشوار أنا أحتاج أستخدم السيارة، لا. فتركز السكان في بيئة متكاملة بخدمات متكاملة يخلق جو صحي وجو اجتماعي أفضل بكثير عن نوعية المساكن اللي هي تكون مشتتة، نعم، بتصاميم مختلفة، نعم، يعني نماذج تكون وخدمات ما مكتملة. لا، المجمعات السكنية تقدم لك كثير من الحلول. أيوة، ولكن أيضا يعني يمكن في تقاطع مع هذا الموضوع، وأيضا مواضيع أخرى. اليوم إحنا المواطن وحتى غير المواطن يشكون من أحيانا، أستاذ يعني وأنتم تشتغلون في هذا المجال، أن هناك يعني طفرات كذي في أسعار العقار، وأحيانا حتى مثلا العقار هذا ما مستاهل هذا المبلغ. يعني الواحد يقول ليش أنا أشتري مثلا شقة غرفة أو استديو أو إيش بهذا المبلغ الخيالي مثلا وهو فوق طاقته. فيعني أيضا أهمية تنظيم هذا السوق، التشريعات، الإجراءات لتنظيم هذه الصناعة مثل ما تفضلت وذكرت، وليس سوق، صناعة العقار في السلطنة، كيف تجدها؟ اليوم نفس الشيء من ضمن القرارات اللي صدرت في تنظيم القطاع اللي هي إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري. جميل. في وزارة الإسكان. نعم. المديرية العامة لتطوير القطاع العقاري، للتطوير العقاري في وزارة الإسكان بتساعد وبتساهم مساهمة كبيرة في إدراج التشريعات المناسبة والملائمة لهذا القطاع. عندك موضوع الوسطة. في تشريعات بترنور قريب فيما يتعلق بالوسطة. نعم. وهذه تسجيل الوسطاء وإعطاهم تراخيص أو إعطاهم دورات تدريبية في مجال الوساطة العقارية، وإعطاهم مؤهلات بحيث الوسيط يكون مؤهل. نعم. ما بيساهم فقط في تنظيم العقار فحسب، بيساهم في خلق فرص عمل جيدة للشباب العمانيين اللي يكونوا مؤهلين. حلو. وبيكون مصدر رزقهم هذا القطاع. جميل. غير ما اليوم احنا نجد ان العماني وغير عماني هو وسيط في هذا القطاع. نعم. بالنسبة للمضاربات والأسعار المرتفعة، الجواب إلها المؤشر العقاري. نعم. المؤشر العقاري بيصير كل التداولات هذه تنعكس في المؤشر، فأنت قبل ما الشخص يشتري عقار يشوف هل هذا العقار في هذا الموقع إيش هو السعر المناسب. فالشفافية بتبتدي تظهر من خلال المؤشر. هذا المؤشر. نعم. مثل أنت ما تشتري سهم. نعم. سهم شركة معينة. تروح تشوفي التاريخ الفعلي لهذا السهم كم كان قبل سنة. نعم. واليوم سهم الشركة الفلانية كم صار. نعم. هل الارتفاع اللي ارتفع هذا منطقي وتدريجي ولا الارتفاع هذا مبالغ فيه؟ ما عجبك هذا السهم شوفي سهم آخر. فاليوم نحن نشوف أن السوق العقاري متجه نحو التنظيم. جميل. والفضل في هذا بالدرجة الأولى نحن نشوف أنه الجمعية العمانية العقارية جالسة يعني مساهماتها واضحة. نعم. وفي تجاوب حقيقة من المسؤولين بكافة مستوياتهم. جميل جدا. طيب القطاع. لو نتكلم أيضا عن دور اللي هو شركات التطوير العقاري. نعم. في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. نعم. شركات التطوير العقاري ذات الحجم مساهمتها كبيرة في جلب الاستثمارات الخارجية، في استقطاب المستثمرين العمانيين، وضخ هذه الاستثمارات في القطاع العقاري لتلبية احتياجات السوق. نعم. اليوم في غياب مطور عقاري جيد بحجم جيد بيصير عندك السوق المستهلك ما يحصل منتج مناسب أو منتج راقي. نعم. شركات التطوير العقاري ما تساهم فقط في دعم القطاع السكني فحسب، شركات التطوير العقاري تساهم في دعم القطاع السياحي بإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وهذه تلبي حاجات النمو السياحي. نحن اليوم بلد من ضمن البلد المستقطبة للسياح وبحاجة إلى عدد كبير من الغرف الفندقية. نتوقع احنا خلال عام 2015 و2016 عدد حوالي 3000 غرف فندقية بتدخل السوق.
هذه بتساهم مساهمة كبيرة في خلق فرص عمل. جميل. وفي جلب عدد كبير من السياح للبلد، وقيمة مضافة من حيث الجودة والنوعية في الخدمات السياحية. فهذه كلها مساهمات. نعم. شركات التطوير العقاري. نعم جميل. نعم. إذن يعني كذي بنفهم من الكلام اللي تفضلت فيه أستاذ سليمان إنه يعني صناعة العقار معنا في السلطنة صناعة مزدهرة تعود بالنفع على من يعمل بها وأيضا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. نعم. إذن يعني إحنا نشكرك على الكم من المعلومات اللي مديتنا فيها عن هذا القطاع الحيوي في السلطنة، الأستاذ سليمان بن مسعود الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة تعمير للاستثمار. شكرا جزيلا لك، نورتنا في من عمان. مشكورة تسلم. شكرا. نعم. متواصلين معكم بعد ما خلصنا، عندنا محطة أخيرة راح نتعرف عليها بعد الفاصل، خليكم معنا.